صفوان من سهل نينوى يقول الشخص اللي يحلف بالله سبحانه وتعالى او بالعباس عليه السلام هل عليه كفاره؟ بالعباس ماكو كفاره اللي يحلف بالعباس. القسم بغير الله ما بكفاره، القسم بالله سبحانه وتعالى نعم عليه كفاره اذا حنث بيمينه. يعني واحد اذا حلف قال والله باكر اصوم مثلا انعقد اليمين هنا، اذا ما صام عليه كفاره، اما اذا حلف بالعباس ما هذا ما عليه كفاره.